متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمر يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا، وطموح الخير بما يثمر. سنبوح بكل خواطرنا، كنا بجهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا، نتأثر فيها ونؤثر. Yeah.